احمد يا اخويا. التكويت اخويا التكويت اخويا. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناه ياس بلاي، سعدت لكم بحلقه جديده من لعبات. والو هيرنانديز وات ذا فاك اس Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, والتانجو يرقص رقصة الأمان، رقصة الاطمئنان، الفالز والتانجو والرومبا والسامبا بكل العناوين. مرحبا بكم اخوتي معايا فيديو جديد. عاوتاني اليوم فيديو غيكون سبيشال بزاف. علاش؟ كونامي واخيرا صنطات الاودينس ديالها، يعني شاف التقييمات اللي كدير على حسب ميزاجور كل نهار خميس واثنين كتعطينا هذيك 100 كوينز 50 كوينز صافي، كدير معنا واحد الاحداث اللي خايبه. ولكن فجاه هذا الموسم هذا تاع اليورو ومصادفه مع سيزن 7 اللي عندنا حاليا في كونامي، صافي طورت القضيه من بعد الحدث تاع بيكين باور والحدث اللي كانوا عطاو في الخميس اللي فات ما كتش ريكورد لي جون. بعد داك الشيء ما يستاهلش حتى ريكورد، حيت اصلا حطوا لنا غير 33 لعاب من ديال الشامبيونز ليغ. دابا راه حطوا لينا الترينغ ديال اللعاب راه بزاف، والكوينز فوق 500 كوينز غنسدو غير في الايفنتات وفي هذيك الايفنت اللي فابور. غنشرح لكم كلشي اليوم، انا متحمس بزاف باش غادي نقصر لكم وغادي نوريكم كاع هذيك الشيء اللي خاصكم تعرفوا. اوكي، اللي كيشوفني اول مره سير واحد لايك سبسكرايب كومنتس كتبت موتيفوني باش نزيد مازال ندير لكم فيديوهات. يلا ليتس جو تو اول فيديو. المهم اخوتي انتم كما كتشوفوا معايا هنا غندير لكم الكونترات هما الاولين. احسن حاجه بدا عاوتاني حطوا لنا واحد النسخه تاع ميسي اخرى، ولكن هذه المره ما حطوش بوحد، حطوا باك تاع ميسي الارجنتين وديال فرنسا الانجليز وحتى ديال البرتغال. الناس عايزه لهم كريستيانو واخيرا شويه نصفوه، واخا مسكين ما داروش ليه البوستر ها دون دلموك. نقولكم كلشي هنا الحاجه اللي عجبتني دافور جديده ان المدرب اللي عنده جوج بلاي ستايل، يعني مابقاش متركز غير على نقطه واحده وصافي بحال دابا سكالوني مدرب الارجنتين عنده الاستحواذ وعنده اللعب على المرتدات كويك كاونتر، يعني 86 87 هذه اضافه زوينه. ميسي في هذا البوستر هذه اللي حطوا لنا ديب لاين فورورد بحال النسخه تاع كاس العالم، هذه النسخه تاع الكوبا الارجنتين فاش دير الكوبا الارجنتين بحال النسخه تاع كاس العالم. وهنا
المهم كتزاد قال لك هاد البوستر كيزيد ليه 3 في الاتاك اويرنس وعي هجومي وفي التحكم في الكره والدريبل وفيزيكال كونتاكت. احسن حاجه تعجبني في ميساني فيزيكال كونتاكت واخا صغير هو قصير ولكن ناضي. عاوتاني هاد النسخه اللي داروا زعما كاينه حاليا في هاد الميزاجور يعني يمكن لك هادي تلعب فيها في الايفنت اونلاين ديال الدوري الاسباني وحتى ديال هاد البلان ديال زعما اللي كان خاص النادي ناسيوناليتي ولا الايكيب. انا باغي دوي المدرب راه فيه بوستر كل مدرب وفي عاوتاني اللعيبه ديال دابا ديال باس يعني سكالوني يزيد لك بوستر نقطه واحده في الباساج المنخفضه. اوكي اسبين فابور على فنان من باس يعني باس اسطوري داكشي ناضي كاين بيدري شو تايم اوركستريتر كاين برناردو سيلفا كريتيف بلاي ميكر كيلعب 10 تشافي سيمون هوت بلاير. هاد الهايلايت الاخرين لعيبات عطاتنا كونامي باك فابور يعني من غير هادو سبين فابور على المنتخب الارجنتين هادو العاديين ماشي بحال سيد ميسي عادي يكون تا هو كيوصل ديك 93 ولا 100 كاع بحال هكا داكشي نسخه عاديه مع التكبات ديال بها كتيستي وصافي. المنتخب فرنسا تا هو كانتي كامله في كورس غادي ندير لكم عليها اوبنينغ باك حنا دابا لازم لنا فيديو. هاد الكوينز غادي نجمعهم نوريك ايفنتات وهنا عندنا سبين فابور على روبين نيفيس وسافيتش. انا صراحه بغيت هاد روبين نيفيس بلي شو تايم كيبان لي زوين تا هو نجربوه في الفيديو. سافيتش ما عندي ندير بلي جاني سافيتش ما غندخلوش. هنا كاين عقود ترشيح على اللعابة اللي فيهم كيف العادة شوية تيكونو مهم ما بين وبين صافي. وبالنسبة للعاب الأسبوع اللي عطاونا كيف ما عطاونا 33 لعاب في الشامبيونز ليغ عطاونا اللعابة تاع الأسبوع اللي عاوتاني حطوهم. أنا بغيت فينيسيوس كنت باغي فينيسيوس وداك الباك اللي فات كان كتريكوليت واخا واخا ملحتوش فيه شي قلت نجمعو مع هاد السيزون 7 جاني فودين موسي على ما جانيش كاع فينيسيوس. المهم بالنسبة عاوتاني فودين هنا حطوط هاد النسخة هادي محمد صلاح اللي كدلتها في داك الفيديو إلا عقلتو قريت ديجا جبتها شكون خر مازال صافي ما بغيتش واحد خر. انا بغيت فينيسيوس دي بروين ديجا عندي ليفاندوسكي عمر ما جات عندي شي نسخة ديال الأسبوع ديالو تا هو إلا جا نقصرو بيه دونا روما تا ديجا كاين عندي. المهم هنا المنتخبات عاوتاني الآخرين اللي بغي سبيني زعما في هاد الأورو مخلطين كاين دي بروين عاوتاني هو الأول فيرس كوناتي دونا روما كاين هنا غيريرو دي غيريرو زوين. وهنا وورد وايد يمكن هادي اللي غادي ناخدو على ماشي هادي الفتحة مجانية ولا لا نشوف لكم واش هي هادي الفتحة المجانية اور نوت. تعطيني ديك الفتحة المجانية وباي ذا واي يعني ايفنت زوين اللي عطاو دابا كيما قلت لكم ناخذ اكثر من 500 بوينت. مشيت دخلت جربت هادي وكيما قصرت فيها ما والو خاصنا باش نشوفو الايفنتات شحال عندنا. المهم هادو 50 كوينز على البداية هادو ضد البوتات فهمتي عاد 50 كوينز اخرى هي 100 150 200 250 300 350 بتخ 350 وزيد عليها هاديك 350 اخرى غتولي 650 زائد على ذلك كاين 100 كوينز يعني نفس البهنة تاع اوروبا وديال ساوث امريكا. بالنسبة للميسيوات عاطين فيها تا هي الكوينز باش كتجمع ديك الشهرية كتجمع غير المهام وكتاخد 100 كوينز ديالك. عاطينك هنايا منتخب فرنسا والارجنتين غناخدوه كامل يعني قاع دوك المنتخبات اللي كاينين تما كاينة في سوريا تكون قويلة لي فابور هادوك غناخدوهم كامل قاع دوك اللعابة كاملين تحقق غير المهام. بالنسبة لهنا هادي ديال الدوري المكسيكي اي كيس عطينا بطاقة التدريبات هادي تا هي باينة راها تدريبات من اللوغو ديالها اصلا وهادي العادية ديالنا اونلاين راه فيه راه حطو فيه اونلاين وحطو فيه تاهي 50 كوينز وهادي البيت الذهبي اللي بغا يحقق زعما البيت الذهبي الشرطة هادا راه باش يعاونو في المهام مازال. هاهي الخوت كيما كتشوفو هنا نوريكم هاهي 50 كوينز عطاكم كيفاش البلان. دابا انا دخلت غير هنا دابا انا دخلت غير هنا هادي باقي ما عطاوناش ندخل ليها الله اعلم واش هادي تاهي غتكون فيها 50 كوينز هاشي فيها 50 كوينز. اوكي غادي نشوفو غير الاجواء كيفاش دايرين نحدو التحدي الاول سير انتر نديرو التحدي الاول نشوفو البلان واو هادشي فيه قرعات نايس فين هو انا نعزل فرنسا فرنسا كعارفين فرنسا في هاد العام هذا راه ولات ناضيه ما لقيتش الاسبانيا انا عندي ايكيب ديالها ولكن ماشي بحال يو نو ماشي بحال فرنسا. اوكي برو كتوقعو شنو ايكيب
زادوا شي لعيبات جداد انجوما بحال المدرب ممكن كدير هاد اللعيبه هادي كتعزل بحال كيتعبي سيو بلي كل واحد والاتاك ديالو والديفنس بحال مثلا انا بغيت اتاك بغيت كيليان ها انا عزلت كيليان هو اللي غادي يكون اتاك ليا يعني كثر عنده واحد الوجه هذا المهاجم الثاني زعما بغيت تعاون الديفنس الاول اوكي نشوفوا شي ديفنس يكون ناضي هاي كتعطوك حتى الخصائص اللي بغيتي واش كونتر تارجت ولا ديبلاين يعني خط عميق دفاعي يرجع اللور ولا يشد لك مثلا شي واحد يشد لك شي واحد بحال مثلا صاليبا نقول لي انك سيليكسيوني شي واحد يعني شد شي واحد يبقى شاد تابعو نايس يعني عندهم واحد ميزاجور زوين الصراحه انا عجبني تمنى القائمه ديال الباك جراوند تبدلات كيفاش كتكون واحد ضد واحد تيتبدل داكشي اللاعب ستيل ديال الاور نشوفوا يعني الايكيب ديالهم حتى هما لاعبين نفس الخطه تقريبا اوكي ليتكو شوفوا الجيم بلاي واش تبدل ولا لا حتى هادو اصلا ساهلين و ذا فاك هادشي تسناوز و ذا فاك ماشي انا اللي لعب الا غتكون في بارامتر خدلت لعبوا غير الاي زعما غير الكمبيوتر انا ما درتش راسي لعب اول يوم المهم يسالي هذا الماتش ونرجع لكم وعاد نشوف البروبليما واش من هنا مني انا ولا منهم هما كتبقى غير تفرج بلا ما تلعب هو الخوت لقيت راسي انا اللي كدير الاي في بلاص يوزر كنترول يو نو المهم بيجينر ستيج دابا الكوينز هنايا يمكن باقي ما ربحتهاش اجيس نشوف خليتهم لعبوا تعادلوا كيما عرفتش عطاو لي ولا لا باقي ما عطاوش صافي باش نقصر لكم ماتش وتشوفوا معايا كيفاش الجيم بلاي عاوتاني واش بدلو ما بدلوش هذا ساعة ما زادو تا بوطونا ما زادو والو اجلينا يا ديابي فوالا حبس الفيديو بما ربحت لكم هاد الكوينز وهادشي باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف من بعد غادي نديرو تفتيح باكاجات كيف العادة هذاك هو اخر لعيبه كنديروا في الفيديو نجربوا كاع اللعابه اللي جاونا جداد اوكي يلا خليكم هاد السوجي a few moments later just like the street lights lit this time like a fire in a blaze gotta burn it down can't be afraid to leave this out we got this far don't know how This is their moment. فين الخوت انا رجعت لكم بعد واحد المعاناه طويله
عاس منك يا باكس وجمع البوينت ودير بس يلا يلا جمع. اوكي عندنا سبين فابور على فنمنو باس هادو يعني كي باسي اي بوزيسيون من الجسم ديالو كيف ما كان، واخا يكون مثلا عاطيك بالظهر وتكليكي عليه ويباسي لك شي واحد مهاجم قدام غيعطيه باس في رجلي مزيان دابا بيرناردو سيلفا، ولكن عارف راسي زهري مشكل ما غايجي 150 لعاب ويجي فيه. المهم غنبداو ب دخل هذه الاخرى حتى هي بلاتي بلاتي نقول لكم باش غادي نبداو باش نحيدو علينا النحس ياك. نبداو باك تاع فرنسا الاول، يعني ثلاثه الفتحات عندنا باك فرنسا وباك الارجنتين عندنا جوج، وعندنا مازال شورت تايم روبين نيفيس على الله يزينا شي واحد. اوكي هذه خضره لعيبات، شوفوا واش غايجي كيليان مبابي. كيليان هنايا في هذه النسخه كيوصل 102 عربيه وتا باقي عندنا مازال ثلاثه سبينات ماشي مشكل. اوكي نحيدو هذا دابا نمشيو ل انا بغيت ضرني راسي بغيت نعرف هذاك اللعاب واش غادي يجي ولا لا. هذا زيدوا الصوت شويه تسمعوا الايفيكتس. دابا انا بغيت نشوف كونا بغيت هذا تاع بغيت نجرب معكم هذا في هذا الفيديو روبين نيفيس. اوكي ليتس جو خاص يجي لك شي في الالوان. هو واو اول مره غيجيني شي زعما هذا السينيماتيك هذه نايس فاير وورك فليم وورك ما سميتها مهم فقاعات بس نايس نايس اوكي برو. المهم السينيماتيك كاملين عارفينها this one nice which is one. ايوا الحمد لله عطاونا نيفيس بعدا نتيستيو انا مبغيت قاعد كلاخ. اوكي شنو خاص صافا نحيدو علينا هادي على الله يجينا شي واحد من الثلاثه اللي الفوق ولا على الاقل هايلايت على الاقل. انا ما كيجينيش ما عنديش ديك الزهر اللي غيجينا ما يعطيناش شي لعاب اربعه من النجوم ولا ثلاثه هادي قلنا شو لو كان بزوم تونيا تاع اوفوت بوكسون قلت لي التونية ديالهم ما عاد لين. المهم تعرف حيدو هاديك. بالنسبة للباك ديال انا خليتها يلا خلي الباك الاسبوع خلو يلا اوكي نديرو فتحة في ميسي شوفو ميسي واش غادي يجي نجربو هاد النسخة حتى هي لو سكيب ميسي اول سبين ميسي يسير راه كيجي يديه كل مرة عليه. اوكي شوفو نشوفو مبابي واش غادي يجيب سكيب تاو غنسكيب مبابي خوت بقاو تسكيبيو اللعابة اللي بغيتيهم يجيوكم ها هو مبابي مع ميسي وات ذا فاك اقوى نسخة لمبابي اي جيس. اوكي دابا شكون باقي مازال صافي يبقاو هادو بلا ما نتسناو يعني نخليوهم هكاكا نجيبوهم تا هما شكون هيرنانديز النسخة دابا نجربوها تا هي ساهل دابا اقوى ثلاثة لعابة في فرنسا زيد بطبيعة الحال من غير انجليزي ما عرفتش انجليزي ما حاطينش انا شو دابا نشوفو الارجنتينيين شكون غادي يجي فيهم حيت هدا حتى مبقاش كيحطو ديبالا معرفتش كيفاش نايس برو. اوكي دابا نشوفو شكون بغيت هنا فينيسيوس مكانش جاني في هداك تاع دوري ابطال اوروبا دابا خصهم يجيو في لعب اسبوع الله اعلم واش يعطوني فينيسيوس يكملو ليا في هاد الفيديو داكشي اللي بغيت ولا نات حنا نشوفو معاكم. دابا هادي كيصيدوك بها ولكن الله اعلم واش يعطوني فينيسيوس ولا ماشي دوري اسبانيا ماشي دوري اسبانيا دوري ايطاليا براتيزي براتيزي تيزي اودي هاني ميسي انا بطبيعة الحال في هاد النسخة هادي شفت الطاقة ديالها في هاديك الابليكاسيو دابا نخلي لكم سكرين ديالها باش تفهموا معايا داكشي اللي كنقول لقيتو كيوصل لوعي هجومي 100 بالكونترول يمكن 98 91 دريبلي 91 الفينيس 98 الكورل 98 الكوفرات دوك لي فوق تا هما من الكل تيكونو تا هما 98 بالانس عندو 99 شنو اخر فيزيكال كونتاكت كيوصل عندو غير 78 يعني قليل وخفي ديك البوست ديال الفيزيكال كونتاكت. المهم لقيت بان ميسي 2015 ديك النسخه احسن غادي كتجي مع المدرب فيها الاستحواذ وفيها كويك كاونتر ما علينا دابا حنا غادي نمشيو نطوروا دوك اللعاب. انا كاع اللي بغيت نشري شي باك نشري شي على فرنسا اول مره غادي يحطوا شي لعاب من غير ميسي ودوك اللعاب الاساطير بوستر اللي هو غريزمان تاع كاس العالم. هاد النسخه في غريزمان صالحه زوين تستحق انك تشد على باك ومع المدرب اصلا كيلعب لونغ بول كاونتر هاد اسلوب عمري ما لعبتش بيه ونجربو نيت اللعيبه تشتات. اوكي نمشي دابا باك فرنسا ان شاء الله غنجربو في الفيديو الجاي نتمنى يكون عندي مدرب بوستر مع لعبه ناضي. كنت بغيت نشري اكزابي الونسو ولكن كيبان ليا باقي عليه الحال ناخذ باك ديال فرنسا هو الاول. اوكي دابا غادي نمشيو نحيدو علينا هاد الإكيب. أول لعيب معنا كيوصل لمية
اوكي طورنا هذا 94 لو باس لو فتت باس 95 ديفنسيف اورنس 87 88 تاكلين 91 اغريشن ديفنسيف انجيجمنت 94 المهم اللي بعت به او عنده كيكن باور نايس استعملنا 93 شنو المهارات اللي عنده كدي ام اف راه مزيان كيربح بوستر تاع دولين يعني اي ما اي زعما كره فوق عرضيه ولا شي لعيبه يقدر يربح اوتسايد كورنر ويتد باس لونج ريج كورنر عنده مهارات زوين وقدر تزيد لي مازال شي مهارات من داكشي ديالك اللي بغيتي اوكي نمشيو دابا لميسي كيوصل حتى هو ل 100 اوكي ثاني لاعب معنا كيوصل ل 100 عنده كريتيف بلاي ميكر ميسي الطاقات ديالو بلا ما نقول لكم كعارفين كلشي عنده فوق التسعينات 92 كوفراج 91 كور بروساج ناخد سبيد اكسلريشن شويه بالانس 96 مع المهارات ديالو كيف العاده ممكن لك تزيد ليه مزال لعيبات اخرين اوكي نمشيو مع كيليان مبابي كيوصل 102 هذا ديال ليفر ترينين هو واحد مع المدرب اذا كان مدرب في بوستر حتى انا ما عنديش هذا البوست اذا خديت شي مدرب في بوستر غادي يولي 102 بالنسبه لهذا شحال 96 اتاك اول 90 دريبلين 92 فينيش سبيد اوف كورس طالعين 95 بالانس هو عنده دبل تاتش ريبونا زادوا لي ريبونا في النسخه اوكي تيسو فرانش غادي نقص عليها بشرط 98 اوكي نشوفوا شحال ولي الطاقه ديالو ما عندوش هذا سبيد تا هو سبيد شويه الكيكين باور 97 ستامين كاين شي دبل تاتش لعيبه ما عندوش مو عندو بين بوينت كروس شوفوا ربعة اللعابه شنو غيقدموا معنا هاد الماتش اوف كورس الكابيتان راه هو ميسي ضروري باي ذا واي خصني دابا ندير لك اللعيبه بلاتي هادي ضروري خص ديفنس انستراكشن دابا هادي كتقولي لي خصك تمشي دفاع عميق خصو يرجع هادي اللي بغيت يرجع هو لوكاس فين لوكاس هادي على المهاجمين احنا بغينا يرجع بغينا شي واحد يرجع شوفوا اتاك ديفنسيف The instruction player will refrain from pushing forward in attack. Is himself higher up? لا أنا بغيت هاد ديفنسيف. هاد نجا ما تطلعش. قا ريح لط. هاك صافي. نشوفو دابا واش التعليمات غادي يصدقوا. Let's go to our first match at the division. المهم كوينز غادي نجمعهم باش نشري ليكم باك تاع منتخب فرنسا ونشوفو مع بعضياتنا. بالنسبة لميسيو يلاه فهمت واحد البلان. انه ماشي الا لعبتي زعما كاينه كتاخد ميت كوينز من المهام لا المهام كيعطيوك غير هادو الباك تاع هذيك فرنسا وفين جاني مبابي وميس ارجنتين فرنسا هادي كتبي لي لوغ ان تو ذا جيم يعني حتى النهار السابع انت كتلعب زعما كاينه النهار السابع بدوك الجوائز اللي كيعطيو تاع التسجيل عاد تاخد ميت كوينز ياك صحاب لي انا واش غادي ناخذهم من اوبجيكتيف نيت انكارا يا انكارا امتى غيحطوه كي انكارا بزوينه داروا هاد الفيرسس زوين نايس صراحه اكبر شمس العشيه وقعت لي انا كيسحاب ليا واش ديك يورو وساوث امريكا اللي عطينا ديك البطوله زعما ناخذوا 50 كوينز على كل مرحله لعبنا فيها سواء هوات مبتدئين ولا بروفيسيونيل تاع استقات كتهضر غير نيفو واحد شي صعوبه وكتاخذ 50 كوينز في كلتا الحالتين كتوصل للفينال انا عجبتني بزاف السينيماتيك اللي دار باش كيهزو الكاس ملي يربحو البطولة اللعيبات اي كيس ديك الكاس تا هو مفهمتي ما عندوش الحقوق ديالهم داكشي علاش دارو غير كاس واحد اوكي هذا عندو البوسترات ناضين و هايلايت جورجيني شحال هادي ميم شتي واحد كيلعب جورجيني اوو كان غير بيضو زكن لقيت حكا موسيالا و فودين بانهم ناضين داكشي علاش دخلتهم ايكيب اساسية لا تشكي تاك يلا مبابي اول بيت لك ضاع صليبا تبع على عندك 90 في السبين تتبع ناضي تل السيجن هذا مبابي عنده البالانس كون عندك شي واحد البالانس صعيب باش تشد وكاين استراتيجيات اللي ولات مان تو مان لعيبات ولا هادشي ناض افضل حاجه يزادو لينا استراتيجيات بزاف فهمتي كاين اللي كيخدم الخطط الاستراتيجيه اكثر من كيعتمد على الميدان المهم درت دفاع راجل لراجل وهو دار يمكن بوكس تو بوكسينغ
لعيبه بحال هكا. ايوا واو 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 تشو احمد يا اخويا التكويت اخويا التكويت اخويا. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناه ياس بلاي، سعدت لكم بحلقه جديده من لعبات والو هيرنانديز وات ذا فاك. تشو وعليك الدب وعليك الدب وعليك الدب. بيس تزقل تشو مشى الدفاع مشى الدفاع مشى تشعرجو شو سي أقيس كورة نيمار خلا هادي ما خطة ما والو هيرنانديز ما عجبنيش بلا انا نشوف هاد الخطة واش غادي تنفع ولا لا. ليتس جو ناضي بلوك زوين واو واه لا تيرسي بيان او دي بروين داروا ليه الجرافيك ديالو جديد ديم بوي الله يتسرعوا داروا ليه الحسانة ديالو جديدة اجلي اني استقيس ميسي 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 ايمنز ميسي انكارا 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 ميسي والتانجو يرقص رقصة الامان رقصة الاطمئنان الفالز والتانجو والرومبا والسامبا بكل العناوين. عندي سويتش فيو دغيا دغيا قبل ما يعيق ضرب هذاك واه بارك